الآن لقافلة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة تستعد للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ضمن عملية الفرس الشهم 3. قبل أن أعود لك أستاذ جمال، سأذهب إلى مراسلنا هناك على معبر رفح المصري موفدنا إبراهيم حسناوي. أطلعنا على آخر الأخبار حسناوي. نعم، بالفعل قافلة المساعدات الإماراتية ضمن عملية الفارس الشام 3 تمر في هذه الأثناء من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة. كما ترى في الصورة هذه واحدة من الشاحنات 13 التي تمر في هذه الأثناء من الجانب المصري باتجاه قطاع غزة، محملة بمساعدات إنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3. مساعدات اليوم أغلبها مواد طبية موجهة للمستشفى الإماراتي الميداني في قطاع غزة، وكذلك بعض الشاحنات محملة بالمواد الغذائية من أجل تقديم المساعدات الغذائية للفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة. هذه القافلة أو بمرور شاحنات اليوم يتجاوز عدد الشاحنات التي الإماراتية التي دخلت إلى قطاع غزة منذ بدء عملية الفارس الشهم 3 في نوفمبر الماضي 500 شاحنة، وهي مساعدات مختلفة متنوعة ابتداء من المواد الطبية والمواد الغذائية وصولا إلى الألبسة الشتوية للأطفال والنساء، وكذلك الخيم لإيواء النازحين في قطاع غزة. المسؤولون هنا في الهلال الأحمر الإماراتي يؤكدون أن هذه العملية مستمرة، أي عملية الفارس الشهم 3 مستمرة من أجل مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم. ما زالت هذه الشاحنات تمر باتجاه قطاع غزة، عدد كبير منها مر، وباقي الشاحنات ما زالت في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة. شكرا جزيلا لموفدنا إلى معبر رفح المصري إبراهيم حسناوي.